إيش فيك يا سعيد متضايج؟ وليش شايل بخاخ ربو؟ الدكتور قال لسعيد إنه مصاب بالربو، وسعيد يفكر إن الربو ما يظهر إلا عند الأطفال، لكنه ممكن يظهر عند البالغين. حسب الدراسات، الإصابة بالربو قبل سن 12 مرتبطة أكثر بالعامل الوراثي، بعد سن 12 مرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة بالمريض، يعني مثلاً تنشق الهواء الملوث أو دخان جيجار يا سعيد، وحتى البدانة المفرطة ممكن تسبب ربو. الربو هو التهاب مزمن في المجاري الهوائية في الرئة، وهالمرض الصعب يصيب أكثر من 360 مليون شخص حول العالم، ومعروف من زمان. يعني تخيل يا سعيد إنه مذكور في نصوص من الصين عمرها أكثر من 4500 عام. في نقطة وايد مهمة يا سعيد، هي المشاكل النفسية اللي سببها الربو، مثل اضطرابات القلق اللي تحدث عن 16 لين 52% من الحالات، واضطرابات المزاج اللي تحدث عن 14 لين 41%. لكن رغم كل شيء، مريض الربو قادر مع الوقاية والأدوية إنه يعيش حياة طبيعية. وعساكم دوم صحة وسعادة.